بس بدي احكي عن التعليم بشكل عام، مش بس عن السوريين، عن الفلسطينيين وعن الاردنيين، عن التعليم بشكل عام. يعني زي ما عقبت هون الاخت، هلا احنا بوضعنا كسوريين زي ما حكت، اغلب طلابنا اجوا من غاد ما عندهم اثباتات تثبت. فراح ابلش مني انا. انا ممرض، كنت بشتغل ممرض، وزوجتي موجوده الان معانا كمان كانت تشتغل ممرضه. الان نحن هون بدون عمل، ليش؟ لانه ما بنحمل اثبات يثبت على انه احنا تخرجنا او ممرضين. الشيء الثاني، بناتي، عندي بنتين، بنت كانت بالصف الاول بسوريا، فاضطرينا نطلع من الظروف اللي صارت والى اخره، فاجينا ما عندنا الاثباتات اللي بتثبت على انها هي درست الصف الاول. طبعا اجينا لنسجلها هون في مدرسه الاونروا اللي في اول مخيم، كان الموضوع عادي وتقبلوا، يعني كان في البدايه ما في مشاكل نهائيا، ولكن ما سجلوها بالصف الاول لعدم وجود الاثباتات اللي بتثبت على انها هي درست الصف الاول. حطوها صف ثاني، صف اول يعني من جديد، رجعت عادت الصف الاول. برضو هذا الاشي يعني طور عندها شوي ونمى الحركة التعليمية عندها. هلا بالعام اللي بعده صار دور البنت الثانية اللي لازم تصير صف اول، كان طالع القرار من الأونروا انه المدارس الأونروا يعني ما عاد تقدر تصرف او تغطي على مدارس الأونروا اللي تابعة لها بشكل عام، مش بس على السوريين يعني. انا بس حبيت اوضح هاي النقطة. فكان عدد من الطلاب الموجودين، يعني ابصر كم مدرسه ما بعرف قديش، كان ممكن مهدده انها تغلق بسبب عدم توفر الدعم المادي لهذه المدارس. فحاولنا انه نحطها مع اختها، كان الموضوع صعب جدا. يعني كان ابن البقعه مهدد على انه يوقف تعليمه، فاخذناها اضطرينا نلجا مدرسه حكوميه. المدرسه الحكوميه طبعا سجلتها، ما كان في عائق نهائيا، ولكن كان العائق اللي هو السكن. يعني كانت في مكان بعيد عن المكان اللي أنا ساكن فيه، أنا ساكن فعليا هو في المخيم مثلا. المدرسة الحكومية اللي تسجلت فيها كانت في التطوير في عين الباشا، فطفلة عمرها يعني 5-6 سنوات، كيف هاي بدها تروح لحالها ولا كيف؟ حاولنا نلاقي لها باص، ما لقينا، يعني ما لقينا باص إنه تابع للمدرسة ذيك، فاضطرينا نحطها في مدرسة خاصة. طبعا برضو المدرسة الخاصة استقبلتها، يعني ما كان في مشكلة. بس شكرا.